وبنتابع صلوات سفر المزامير، السفر اللي بيعلم الكنيسة كلها ازاي تصلي، السفر اللي بيشجعنا كلنا ان احنا نفتح قلوبنا ونطلع كل اللي جواها ونحوله لصلاة، زي ما بنتعلم من داود النبي في مزاميره وفي معاشرتنا لمواقف اللي بيمر بيها واللي بيحولها إلى صلوات. بنشوف مع بعض مزمور بعد التاني. النهاردة معادنا مع المزمور الرابع. المزمور الرابع زي ما شفنا المزمور الثالث كان ليه علاقة بهروب داود من إبشالوم، المزمور الرابع في نفس الحتة دي بس بعديها بشوية وقت صغير، وبيتكلم برضو مع ربنا عن كل اللي بيمر بيه من أحاسيس ومشاعر. بيتكلم مع ربنا هنا وبيقول له في عدد واحد: عند دعائي استجب لي يا إله بري، في الضيقة رحبت لي، ترأف علي واسمع صلاتي. بيقول ربنا إنه لما أدعوك يا رب جاوبني، وبيقولها لربنا بعشم مش بقلة إيمان: يا رب اسمعني. بيتضرع، بيتذلل، بيصرخ، بيسكب توسله زي ما قال عند فناء روحه منه، إنه رب أنا في اللي أنا فيه ده عايزك تسمعني، وأنا ليا مين غيرك يسمع؟ ليا مين غيرك يحس بيا؟ ليا مين غيرك يقدر اللي أنا فيه ويفهم اللي محدش تاني فهمه؟ عند دعائي استجب لي يا إله بري. وبيقول له أنت إله البر، أنت الإله الصالح، أنت اللي فاهم، أنت اللي عارف، وأنت اللي عمرك ما هتدني لكن هتفهم كل اللي أنا فيه. ودي نقطة جميلة قوي الحقيقة في شخص الله وفي صلاح الله وفي بر الله، ما يبصش أبدا لينا بعين الديان قد ما يبص بعين الرحوم الرؤوف. عين الديان تنتظر في اليوم الأخير، لكن عمرها ما تبص عليا النهاردة إلا بعين الرحمة. عشان كده المزامير نداء، نداء إلى الله الرحيم أن يترأف علينا ويسمعنا. هنا بيقول له أنا في الضيق رب، وسعها عليا شوية، الدنيا مضيقة قوي عليا، في الضيق رحبت لي. أنت دايما لما كنت بتضيق كنت بتفتح إيدك معايا. وهنا داود في الموقف ده ما كانش صغير، كانش صغير، كان عدى مواقف كتير قوي مع ربنا من قبل كده. والنقطة دي مهم نفهمها، انك وانت مع ربنا خزن تجاربك القديمة معاه، عشان كده لما تعدي عليك حاجة جديدة افتكر اللي عاشه ربنا واللي عمله ربنا واللي دبره ربنا في حياتي، وحول الصلاة الى تذكار ايد ربنا الطيبة في حياتي اللي النهاردة برضو مش هتسيبني. الشيطان يجي يقول لي سودت خالص عليك، ملهاش مخرج، يجي الإنسان في الصلاة يقول له يا ما وسعتها عليا من قبل كده يا رب، أنا متضايق النهاردة وتعبان بس إيدك يا ما وسعت عليا، في الرحب أو في الضيق رحبت لي، أنا عارف أن أنت مش هتسيبني، عشان كده وأنا النهاردة بصرخ لك أنا جربت إيدك قبل كده ومتطمن لك. بعد كده يقول إيه؟ ترأف عليا واسمع صلاتي. أن أنا النهاردة برضو يا رب عايش اللحظة وبقول لك أن أنا تعبان ومحتاج الرأفات بتاعتك، محتاج طبتك، محتاج حنوك وأبوتك. الكلام ده عمرنا ما هنختبره إلا في مخدع الصلاة، عشان كده الكلام ده كله عن الصلاة، المزامير كلها عن الصلاة. لو المزامير سفر يدرس من غير ما نصلي يبقى احنا ما بنعملش حاجة. عشان كده الكلام ده عشان أطبقه أنا، وأنا تعبان وأنا متمرر وأنا موجوع حول كل ده لصلاة، وافتكر اللي ربنا عمله في حياتي قبل كده وقول له يا رب يالي وقفت جنبي مرة واثنين وثلاثة واربعة، أنا بفكرك بعهدك معايا لأنك حافظ العهد والرحمة لمحبيك زي ما قالوا نحمي. أنت عمرك ما بتنسى عهدك، أقف معايا النهاردة كمان، لأنه كان لسه في مرارته وفي ضيقه أنه هربان من ابنه. يا بني البشر، عدد اثنين، حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الأكاذيب؟ بيعيد تاني نفس المشكلة اللي احنا كل شوية بنقابلها في مزمور والتاني والتالت، إنه الناس اللي عايشة في العالم عاملة مشاكل لأولاد ربنا. هنا بيقول يا بني البشر لغاية إمتى عايزين تشوفوني في عار؟ لغاية إمتى بتحبوا الباطل؟ لغاية إمتى ودانكم حبة الأكاذيب، بتكذبوا وبتصدقوا بعض؟ هذا التحدي قائم وهذا التحدي مستمر. مجموعات حوالين أولاد ربنا بتثير أباطيل وأكاذيب، ويبان ولاد ربنا شكلهم مش كويس، ويبان ولاد ربنا مفتريين. عشان كده حط السلاح بعد الحتة دي، انه اقف وتأمل، اقف وفكر، اقف وراجع. كان ابشالوم بيروح يقعد على باب المدينة بتاعت اورشليم، وكل اللي داخل بمظلمة يقابله ويقول له انا شاعر بيك وانا حاسس بمشكلتك، ولو في حد يفهمك وان من اجلك، بس مفيش، الملك ما بيسمعش لحد.
كان بيثير اكاذيب. الناس كانت بتصدق وبتتعاطف، وجيل ورا جيل نسي مين هو داود، وطلع جيل تاني مش عارف داود، عارف ابشالوم وصدقوا ابشالوم. وبعد كده ابشالوم قال لداود مالكش حاجه، امشي خلاص، مفيش ملك، ملك ده مالكش فيه. والناس مشيت ورا ابشالوم. داود هنا بيقول انتوا ازاي صدقتوا الباطل، انتوا ازاي كذبتوا وصدقتوا الاكاذيب. تعبان، موجوع، مفيش حق، مفيش عدل. بس في نفس الوقت بيقول اقف بقى وتامل في ده واسمع اللي جاي. اعلموا ان الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما ادعوه. اعرفوا يا كل اللي غاويين اكاذيب وغاويين اباطيل، ده داود اللي بيقول من قلب مليان بمعرفه ربنا ومحبته، عشان كده قال فتشت قلب داود فوجدت حسب قلبي. اعلموا ان ربنا ميز تقيه، ان اتقياء الله ربنا عارفهم، مهما الناس قالوا عليهم هو عارفهم. يعني ايه هو عارفهم؟ هو ضابط الكل، هو اللي في ايده يفتح ويغلق، هو اللي في ايده يغلق ويفتح. ابشالوم حط ايده على الملك وقال ده بتاعي، بس ربنا ما ادهلكش، مش مهم، انا خلاص حط ايدي، هيعمل لي ايه كده؟ الناس كتير قوي كده. عشان كده داود من ناحية تانية بقى هو بينه وبين ربنا اللي هو في ايده كل الامور، قال انا عايز اقول رسالة لكل اللي حواليا، اعلموا ان الرب ما يستقيه. افهموا ربنا عارف ولاده، ربنا عارف اللي بيخافوه من قلوبهم بجد. سيبك من اللي بيتقال عليهم، اتقال عليهم اكاذيب الناس صدقتها، لكن ربنا ما بيمشيش بالكلام ده، ربنا بيبص جوه القلب. يقول كده الكتاب المقدس، الانسان ينظر الى القلب، اما الى العينين، اما الله فينظر الى القلب. الانسان بيشوف من بره، ربنا شايف من جوه، وده اللي داود بيحوله لصلاه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. بعدين سلاة تانية ليه بقى؟ بيقول ما تخليش الغضب يجرجرك لخطايا، افتكر وراجع نفسك ليه تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم. تقعدش مع الناس، اقعد مع نفسك. يعني ساعات الناس بتقولك كلام غلط وتشجعك على الغلط، سيبك من اللي بيشجعك على الغلط، اقعد لوحدك وراجع. عشان كده تكلم في قلوبكم على مضاجعكم، راجع نفسك وافحص قلبك كده وانت قاعد لوحدك في خلوة، مش سامع من كلام حد، خد كلام ربنا واقعد قيس على نفسك، قيس كلام ربنا على نفسك، واللي انا بعمله واللي انا بفكر فيه ده صح ولا غلط. داود هنا بيصرخ صرخة المظلوم لربنا وبيقول للي ظلمه راجع نفسك، يمكن تلحق تنقذ نفسك. داود خايف عليهم برضو زي المزمور اللي قبليه، مهتم بيهم. اغضبوا ولا تخطئوا، ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. انه تروحش تاخدها بايدك، سيب ربنا يدبرها لك. هي مشكله الاباطيل والظلم والكذب ايه؟ انك عايز تاخد حاجه بطرق ملتويه. لو ربنا عايز يديها لك هيديها لك، اصبر. لكن في ناس مش عايزه تصبر، في ناس عايزه تشتغل بنفسها بخططها بتدبيراتها، والعالم بيفتح لها السكه وبيقنن لها اللي هي عايزه تعمله، زي ما عملوا مع ابشالوم، قالوا له انت زي الفل، انت الملك خلاص، داود ده راح. لما في الاخر ابشالوم الحقيقه هو اللي راح، وداود قعد على كرسي تاني، لانه ده كان تدبير الله ودي كانت خطه الله. خطه ربنا ليك محدش هيقدر يغيرها، تدبيرات ربنا لحياتك محدش هيقدر يمسها. ليه؟ اعلموا ان الرب قد ميز تقيه، اعلموا ان الرب قد ميز تقيه. اوعى تصدق اي حاجه غير كده. ولو كنت انت من اللي بيحاولوا يفسدوا على الاخرين، اعرف انك انت لازم تتوب عن ده، ولازم تتكلم في قلوبك على مضاجعك وتسكت عن الشر، لانه الله بيقول لك ارجع قدم ذبيحه بر وارجع اتكل على ربنا، بلاش تغتصب ما هو ليس لك. رؤساء الكهنة خافوا على كراسيهم من المسيح، قالوا ده هيضيعنا، ده هياخد كل حاجة، الناس كلها هتمشي وراه. فقرروا إيه؟ قرروا يموتوه. حصل إيه؟ العالم كله مشي وراه. ليه؟ هو ده اللي ربنا مرتبه للخلاص، محدش يقدر يوقفه، محدش يقدر يحد من عمل ربنا في حياتي مهما عمل. عشان كده في عدد 6 بقى بيقول إيه؟ كثيرون يقولون من يرينا خيرا. يعني في الضيقه اللي هو فيها دي، الناس بتقول له طب وانت داود
هيجي لك الخير منين؟ في اللي انت فيه ده خير ايه؟ ده انت ماشي حافي وخدوا عنك الملك واغلب شعبك خلاص مع ابشالوم، وانت بطولك ومعاك شويه الناس اللي هم يعني كمان غالبا اغلبهم بقى من سنك، انتوا كبرتوا كلكم، انتوا كبرتوا هتعملوا ايه يعني؟ كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ده صوت العقل ساعات كتير ضد الايمان، عشان كده القديس بولس يقول لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان. ليه؟ لانه العيان ساعات كتير قوي بيقول ملهاش حل. شوف بقى داود يرد ويقول ايه، هو بيرد على النوع ده من الاسئله، هم بيقولوا هيجي لك يا داود الخير منين؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب، ارفع علينا نور وجهك يا رب. الخير هو الله نفسه، هو الخير ان انت تكون عايش في نور الله، ده هو الخير. انك تكون في محضر الله، ده هو الخير. مش الخير هو في الملك الارضي، مش الخير هو في انك ترجع تقعد في القصر، لا، الخير اللي ربنا قصده لداود ولداود فهمه انك تعرف تقف قدامه، انك تعرف تصلي، ان ميبقاش في حاجز بيني وبين ربنا. وأسوأ مصيبة تخبط الإنسان في حياته أنه يتحط حاجز بينه وبين ربنا، اللي هو اسمه الخطية، الانفصال اللي يحصل بيني وبين ربنا. غير كده مفيش خير يسوى الوقفة دي، وكل خير الدنيا لو اتحط في ناحية والخطية في ناحية أنا خسرت كل حاجة. عشان كده ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله بكل خيره وخسر نفسه؟ معرفتش تقف قدام ربنا. فهنا داود لما قالوا له داود الخير جاي لك منين؟ قال ان احنا نقف قدام ربنا، ارفع علينا نور وجهك يا رب، جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم اذ كثرت حنطتهم وخمرهم. كانوا بيقيسوا البركات بالحنطه، بالقمح، بالمخزون، بالمحصول بتاع العنب، بالخمر، هو دي علامات الخير. داود بيقول لا، ربنا الخير اللي يحطه في القلب من فرح بيه أعظم من كل خيرات الأرض. عشان كده قال جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. ده بيرنم وهو لسه في الضيقة، بيقول له يا رب بقول لك إيه، ممكن أقول لك على إحساس، أنا شايف إن الخير اللي بجد مش إني أرجع أقعد في القصر، مش إنه يرجع لي ملكي الأرضي، لا، إن نور وجهك يشرق عليا، إن سرورك يكون في قلبي. وبيصلي بيها ليه؟ حالة حب. فلما بنقول صلي بالمزامير، اتعلم ازاي حتى وسط الضيق تناشد الله انشودة حب، تقول يا رب بقولك ايه، ضاقت ولا وسعت، طالت ولا قصرت، اغتنيت ولا فقرت، خفيت ولا عييت، ولا حاجة من دي خالص تسوى اشراق نور وجهك يا رب على عبدك، اني حس انك معايا، اني حس انك جنبي. فيقول كده انه بسلامة اتجع بل ايضا انام، لأنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينة تسكنني. ويعيدها تاني، إنك تعرف تنام مرتاح. داود عادها في المزمور الثالث وبيعيدها في المزمور الرابع، إنك تعرف تستلقي في ثقة وفي اطمئنان. اطمئنان ليه؟ اطمئنان عشان اللي ربنا مرتبه لك هو كله لخيرك. فيقول كده أنا بسلامة أتجع. على فكرة اتجاع داود في الوقت ده كان أغلبه في أماكن مفتوحة معرض الخطر، يعني ممكن ينام يتلقوا هجوم يقتلوهم كلهم. كان بيعرف، مش نايم في باب مقفول عليه، لا، ده نايم في العراء، كان بيعرف ينام، كانش خايف، وكان عارف إن هو مطمن إن ربنا اللي مسكنه في الوقت ده في الحتة دي. الشيطان بيخوف ولاد ربنا بكل السبل، بيهز ثقتهم بكل السبل، ولاد ربنا مهما حاول الشيطان مطمنين، متعزيين، ثابتين. ليه؟ هو ربنا أدام معايا، أنا مش عايز حاجة تاني. هتاخد مني خيرات الدنيا؟ خدها. هتاخد مني مناصب؟ خدها. هتاخد مني ماديات؟ خدها. ولا حاجة مني خالص هتعبر للحياة الأبدية. الوحيد اللي هيعبر للحياة الأبدية هو كم الحب اللي في قلبي ناحية ربنا وناحية الناس، ده اللي معدي معايا، دي العملة الوحيدة اللي مكملة هناك. أي حاجة تانية خد يا عم زي ما أنت عايز.
قال له يا غبي أي لا تؤخذ نفسك منك، هذه كلها التي أعددتها لمن تكون. هذه الطمأنينة، هذا النوع من الخير هو نصيب ولاد ربنا بس. هذه البركات الروحية هي عطية خاصة لولاد ربنا بس. أما البركات الأرضية فهيشرق شمس على الأبرار والأشرار، السماء بتمطر على ده وده. الخير الأرضي عند الناس كلها حتى لما تعرفش ربنا. أما البركة الروحية هذه النعمة، إن رب يميز أتقياءه، إنه يرفع نور وجهه على أولاده، إنه يحط سرورا في قلوبهم أعظم من سرور العالم، دي عطايا روحية لا تعطى إلا أولاد ربنا. ربنا يدينا هذا الشبع وهذه البركات وهذا النصيب السماوي في إن إحنا نكون على الأرض مليانين.